لمزيد من التفاصيل عن مباراه زاد والمقاولون العرب، تعالوا نروح مع حضراتكم سريعا لكابتن جهاد جريشه، واللي هينقل لنا يعني اراءه التحكيميه. طبعا بنرحب بحضرتك يا كابتن جهاد، صباح الفل عليك. صباح الخير عليكي وعلى كل مشاهدينك. اهلا بحضرتك، منورنا في صباح اون تايم، وطبعا دايما بيتجدد لقائنا مع حضرتك في كل المباريات المثيره واللي بيحصل جدل حواليها. اخر يمكن كلام كنا اتكلمنا فيه ملف بخصوص ليفربول، النهارده بنتكلم عن التحكيم المصري، ولكن ضربات الجزاء، ضربات الجزاء الحقيقه امبارح كانت كتيره شويه، بنتكلم في 5 ضربات جزاء، 4 منهم اتحسبوا لزاد، وضربه جزاء واحده اتحسبت للمقاولون العرب. هل شايف ان كان في افراط في ضربات الجزاء في مباراه الامس؟ هو بس قبل ما نبدا درجات الترجيح بتاع امبارح او درجات الجزاء بتاع امبارح، هرجع لك بس ان احنا بعد 3 اسابيع كان عندنا مشكله في التحكيم، عندنا 8 ماتشات تحكيميه فيها اخطاء تحكيميه مؤثره عن نتيجه المباريات في اخر اول 3 اسابيع. فقلنا التوقف اللي حاصل لازم نستفيد منه كلجنه حكام عشان نجهز حكامنا للدوري بعد الرجوع، لان الدوري كل ما يتوقف الدوري ويرجع السخونه بتزيد، الماتشات بتزيد، في الدوري المصري صعب، وبالتالي محتاجين كحكام نساعد. رجعنا بالدوري، نتكلم على 5 ركلات، 5 ركلات جزاء، لو حط 10 ركلات جزاء في ماتش بلام صح ما عندناش مشكله خالص، عدد الركلات مش المشكله، المشكله هل هي صح ولا مش صح؟ هو ده الاهم، هل هي انت اثرت بخطا على نتيجه المباراه او ما اثرتش بخطا على نتيجه المباراه، ده المهم. فبنتكلم على ده المعيار الاساسي للتحكيم، ان احنا العدد يزيد زي ما يزيد في ركلات الجزاء، لما يجي درجه الجزاء تحسبها يجي 5 تحسبهم، يجي 10 تحسبهم، في الاخر لازم الكلام ده يبقى مظبوط في ارض الملعب. طيب حضرتك شايف ان هم كانوا مظبوطين؟ بص احنا عندنا 5 ركلات جزاء امبارح، 4 لزيد وواحده للمقاولين. فيهم 2 تم احتسابهم عن طريق حكم الفي ار، يعني لو مش موجود حكم الفي ار في اللقطتين دولت ما كانش في ركلات اتحسبوا منهم. هكلمك على واحده، ركله الجزاء الاولى بتاع المقاولين كان فيها اهمال من علي لطفي وركله جزاء صحيحه تم احتسابها للمقاولين، الحكم اللي احتسبها وحكم الفي ار اكد عليها وقرار صحيح من حكم الفار. ركله الجزاء الاولى لزيد الصحيحه الحكم الفار هو اللي استدعى الحكم فيها، كان في دهس على القدم، الحكم ما احتسبهاش في الملعب، حكم الفار استدعاه وشاف اللقطه واحتسب ركله جزاء صحيحه، كان هو محتسب سيميوليشن اصلا على المهاجم، لما رجع وشاف اللقطه رجع للقرار الصحيح، ركله جزاء صحيحه لزيد تم احتسابها والغى الانذار بتاع السيميوليشن اللي كان حسبه. ده بالنسبه لشادي حسين اللقطه اللي هي ركله جزاء الاولى لزيد. في ركله جزاء ثانيه لزيد كانت صحيحه، هو الحكم احتسبها، كانت ايد لاعب المقاولين مكبره جسمه، خارج جسمه، الكره اتصدمت في الايد وكانت ركله جزاء صحيحه تم احتسابها لزيد. دي كنا بنتكلم على 3 ركلات جزاء دلوقتي صحاح، وده ماشي التحكيم ماشي كويس لغايه اللحظه دي. الركله الجزاء الثالثه لزيد برضه حكم الفار اللي استدعى الحكم واحتسبها، الحكم ما احتسبهاش في الملعب، كانت برضه الايد مكبره جسم لاعب المقاولين والكره جت في ايده وبالتالي يعاقب عليها داخل منطقه الجزاء، وكانت ركله جزاء صحيحه تم احتسابها للمقاولين. هي اللعبه بقى اللي بنتكلم فيها او فيها جدل كبير امبارح، كانت ركله الجزاء اللي تم احتسابها لزيد ركله جزاء 5 اللي هي رقم 4 لزيد، كانت في الوقت بدل الضايع، هي اللعبه بمنتهى الامانه. لو راحت اللعبه بمنظرها كده للفيفا هيبقى سبورت الحكم، يعني ايه؟ يعني مفيش خطا واضح الحكم الفار ممكن يتدخل فيه، وفي نفس الوقت هي ركله جزاء ضعيفه. يعني عشان بس اوضح الامور للناس، يعني ايه ركله جزاء ضعيفه؟ يعني لو الحكم ما احتسبهاش الحكم الفار مش هيجيبه يقول له تعالى احسب ركله جزاء. تمام. لكن هو احتسبها، في تلامس حصل بين المدافع والمهاجم، والتلامس ده حصل داخل منطقه الجزاء، والحكم الفار مش لاقي فيه خطا واضح للحكم عشان يلغي ركله الجزاء، وبالتالي هو سبورت للعبه، لكن بنقول انها ركله جزاء ضعيفه. التلامس حصل ضعيفه. ضعيفه بس في الاخر ما يقدرش حكم الفار يعني مكانه ما يقدرش حد يتكلم، ما يقدرش حكم الفار يتدخل. انا قعدت عشان اتفرج عليها، قعدت اتفرج عليها 4 5 مرات عشان اقول او لا، ما قدرتش اقول لا، وفي نفس الواحد بقول بس يعني في حد بيحصل ركله جزاء ومتضايق، يعني مش مبسوط ان ركله جزاء واضحه زي اللي فاتوا، فبتتكلم ان ركله جزاء ضعيفه، لكن ما يقدرش حكم الفار يدخل فعلا لانها مش فيها خطا واضح. كابتن جهاد، في الحالات اللي زي كده عشان بس برضو ارجع لحضرتك، ولو حضرتك اللي في ارض الملعب، الحكم بيكون ذنبه ايه؟ يعني ما بتكون مباريات فيها ركلات جزاء كثيره مثيره للجدل،
الحكم بيكون ذنبه ايه؟ يعني ده حاجة مش بإيده، في نفس التوقيت هل حضرتك لو مكانه هتتخذ نفس القرارات وهتحتسب كل ركلات الجزاء دي، ولا لأ في التوقيت ده ممكن إن هو يعني حضرتك ما تعملش سبورت لكل ركلات الجزاء دي وتقول لأ أنا هكتفي مثلا باتنين تلاتة بالكتير قوي ومش هوصل لحد خمسة علشان ما يكونش فيه جدل وإثارة على حضرتك ما بعد المباريات، ولا في أرض الملعب ما بتشغلش بالك بالكلام ده تماما وكل تركيزك في إنك تكون لا بتنفذ اللي بيمليه عليك ضميرك ولعبه كره القدم وتتخذ القرارات ايا كان حتى لو كانوا 12 ضربه جزاء؟ بص ركله الجزاء تيجي لك في اي وقت او اي خطا تيجي لك في اي وقت احسبه ما تفكرش كتير، ما فيش تفكير في التحكيم، ما فيش حسابات في التحكيم، وبالتالي لما بيجي لك ركله جزاء بتحتسب، تيجي لك الثانيه تحتسب، بيجي لك العشره تحتسب، ما عندكش مشكله في الحسابات، ما فيش حسابات في التحكيم. لكن انا باكد ان انت ما تروحش لركله جزاء او ما تدورش على ركله جزاء، ما تدورش على ريكورد، ما تدورش على رقم، انا بدور على الصح. ايوه في الاخر بنتكلم في ان احنا عندنا في هزه في التحكيم. الهزه ديت بيقابلها ان احنا طول الوقت يعني بنبص على كل لقطه خايفين قلقانين كمتفرجين كمتابعين كانديه قلقانين ان في مشكله في التحكيم او في حاجه تحصل في التحكيم. فكلمك ان اللقطه ما اقدر، انا بقول لك بمنتهى الامانه ما اقدرش انا اغلط الحكم فيها واقول الحكم غلطان ومش ركله جزاء واجزم انها مش ركله جزاء، والحكم الفي ار ما يقدرش بياكد له انا سبورت ليك ومعاك في ركله جزاء، لكن ما يقدرش يقول لا. صحيح. في الاخر احنا ممكن احنا احيانا بنروح للجدل غصب عننا، يعني احيانا بنروح للجدل بمزاجنا لما نروح مثلا لقطه تحكيميه في الفار وواضحه وصريحه وترجع بالعكس. وزي لقطه الطرد بتاع امبارح كده، الطرد وراح شاف اللقطه ورجع من غير طرد. بالظبط. قبل كده ركله جزاء للزمالك راح في الماتش المقاولين راح شاف ركله جزاء ورجع ما احتسبش. ركله جزاء قبل كده الفاركو مع المصري راح شاف ركله جزاء ورجع ما احتسبش. بقى احنا بنعمل اللغط لنفسنا، واحيانا الظروف اللي بتعمل اللغط لينا هي اللي بتفرد طبعا على اللقاءات اللي زي مباراه الامس. ده وارد جدا على فكره، وده احنا بنتقبله كناس شغاله في التحكيم بصدر رحب طالما صحيح. بيقول لك امبارح ما نقدرش نقول ان في خطا، اكيد نمسكه ونتكلم عليه. اكيد احنا دايما بنتكلم بعداله، وان في الاخر لو الحكم نقدر نعمل سبورت ليه ونقول الحكم اللقطه ديت لقطه صعبه ما تقدرش تقول ان الحكم غلطان وما تقدرش انها صح. بالتاكيد في الاخر احنا سبورت الحكم، الفيفا بيتعامل كده. صحيح صحيح بيتعامل كده. سبورت الحكم لما نلاقي فيه فرصه نقول الحكم صح. اكيد اكيد كابتن جهاد جريجة، تحياتنا لحضرتك، شكرا جزيلا لوجودك معانا طبعا وخبراتك الدوليه اللي بنستفيد منها في اللقاءات المثيره واللي في نفس الوقت بتكون ممتعه بالتاكيد في دوري نايل.